An infinite plane lies in the xy plane and it has a uniform surface charge density. يعني سيجما مثلا ادي البلين الواي اهو الزي وادي الاكس. بيقول على بعد اي نقطة بقى بي هنا مثلا، وطالما ده عليه سيجما وانفينيت اهم حاجة انفينيت. لو انفينيت بلين معناه ان هيطلع الكتريك فيلد في الاتجاهين، سيجما للانفينيت بلين بتساوي، لا احنا بنقول ايه مش سيجما، للانفينيت بلين بتساوي سيجما على 2 ابسلون نوت، وبالتالي هي ما بتتأثرش بالمسافة اللي في اتجاه الاكس. يعني البعد ده كام ما يفرقش معايا طالما هو انفينيت بلين. لو مش انفينيت بلين لا يدخل في المعادلة. اذا انفينيت بلين يبقى سيجما على 2 ابسلون نوت سواء يمين او يسار، وملوش علاقة خالص بالمسافة اكس قد ايه، قد ايه بعدها عن البلين. فهو بيسألني هنا هل decreases linearly with x؟ لا طبعا ما بتقلش ولا بتزيد. decreases as 1 على x ربيع برضو لا، مفيش x خالص في الموضوع. is constant and does not depend on x صح. increases لا. is undetermined لا محددة طبعا.